بص حضرتك، احنا يعني عندنا مجموعه اورام كبيره موجوده في منطقه الحوض ديت، اورام القولون، ودي من اشهر الاورام اللي بتحصل في الجسم البشري. عندنا اورام البروستاتا، اورام المثانه، اورام الرحم وعنق الرحم، ودي من الحاجات المشهوره جدا. فاتفقنا احنا كمجموعه، يعني انا استاذ في قسم جراحه الشرج والقولون، اتفقنا مع الزملاء في الاقسام المختلفه، سواء جراحه الجهاز البولي، المثانه والبروستاتا، او الزملاء في قسم النساء، ان احنا نجتمع سوا وعشان نقدم ما يفيد المرضى بعد كده بالنسبه لعلاج الاورام ديت، وكل ما هو حديث في اكتشافها وعلاجها بطرق افضل وبطرق حديثه تساعد المريض. المؤتمر المره دي مغطي كذا جزئيه، مغطي جزئيه اورام الحوض ككانسر، كسرطان الحوض، مختلف الاعضاء، مغطي في حتة برضو أمراض الحوض اللي هي مش الأورام، اللي هي فيها أمراض بنسميها أمراض السقوط الحوضي. الهدف من المؤتمر إن احنا نعمل حاجة اللي المفروض بتعمل برة، اللي اسمها العلاج التكاملي. ما نبقاش كل تخصص شغال بمنفصل عن التخصص الآخر، وخصوصا ان بعض الامراض زي مشاكل الحوض بصفه عامه، وده الهدف من المؤتمر اساسا، ان يبقى في تعاون ولقاء ما بين التخصصات المختلفه المسؤوله عن علاج امراض واورام الحوض. احنا عندنا اورام الحوض دي كذا نوع، في انواع بتيجي في الـ في الـ في المثانه، في البروستاتا، في القولون، في المبيض، انواع كتير ساعات تتشابك وتتفاعل مع بعض. فكان لازم ان دكاتره من جميع التخصصات تحضر وتقرر ازاي ان احنا نعالج الحالات.